كاري تشينون بتشتهر بجميع الصنع، بس احنا يعني صنعتنا حلوه الحمد لله. يعني المنوفيه معروفه ان هي فيها انضف صناعيه في المحافظات كلها. جميع الكافيتريات دلوقتي كلها بتاخد كراسي جريد من عندنا. صنع لهم الكراسي اللي هي الجريد دي. ترابيزات وطقطيق صغيره واي حاجه يعني بيطلبوها الحمد لله بننفذها يعني. الجريد ده حضرتك بنشتريه من الجيزه. هنا لما بنشتري الجريد حضرتك بنقطعه زي ما حضرتك شايف كده. بنقطع منه عدايات زي الوكاله ما بتطلب مننا الشغل، تطلب مننا عدايات، عدايات طماطم. بيجي زبون مثلا يطلب مننا مثلا كراسي، بنعمل كراسي، بنعمل فص فاكهه. الصنعة ديت يعتبر زي تخصصات كده، نفس النجار بتاع الباب والشباك والسراير والموبيلات والكلام من ده. عندنا برضك الصنعة دي برضك كده، اللي بيعمل عداية واللي بيعمل قفص عيش واللي بيعمل كراسي واللي بيعمل ترابيزات، يعني كل حاجة لحد المطارح بتنعمل. الصنعة دي شغالة زي مواسم، من ناحيه ايه؟ مثلا النهارده عندك موسم الصعيد شغال في الطماطم، كنت مطلب عدايه بتاع موسم الصعيد اللي هي بتاع الطماطم دي. في موسم بتاع الفاكهه اللي هي مثلا الخوخ والجوافه والكمثرى، وبنعمل برضه بنعمل انتاج للحاجات دي. اذا اللي بينطلب مننا احنا بنعمله. بيجي وقت بقى الاداء بيطلب ولا ده بيطلب، بيحصل وقف في الصنعه خالص.